مرحبا، معكم الأخصائية ياسمين من عيادة سلوت. اليوم حبيت أكلمكم عن جهاز مميز جدا في عيادتنا، هو جهاز الأوكسيكريو. جهاز الأكسجين مميز كتير لجميع أنواع البشرة، وهو بيعالج مشاكل البشرة مثل الوردية والسمار تحت العين وأي منطقة في البشرة بتعاني من الإسمرار. بيعمل جهاز الأكسجين على توحيد لون البشرة وإزالة الطبقات الميتة من البشرة وتصفية المسام. الجلسة ما فيهاش أي ألام أو آثار جانبية، بتحس البيشنت ببرودة عالية جدا في الجلسة، مفيش أي احمرار أو أي تعب، بتحس بفريش وانتعاش. بنصح بجهاز الأكسجين باستخدامه في حالات البشرة بتعاني من التعب، من الخطوط الخفيفة اللي موجودة في بشرتها، البشرة اللي كتير وشها بعد الحامل بعد ما تولد، بننصح فيه الحالات اللي هي بتكون بعد فترات العلاج أو بعد فترة طويلة من الرجيم. بيدي نضارة عالية جدا البشرة، بيوحد اللون، بيشد الخطوط الموجودة اللي فيها، بيصفي المسام.